وللمزيد مشاهدينا من المتابعة ينضم إلينا طارق محي الدين مراسل القاهرة الإخبارية من إسلام أباد. بعد تحية طارق، لو تجمل لنا بداية ردود الأفعال الداخلية خصوصا من قبل أنصار عمران خان. نعم، في الحقيقة ربما بعد نصف ساعة من وقوع هذا الحادث، أعضاء في بارزين في حزب الإنصاف لعمران خان مباشرة وجهوا أصابع الاتهام لوزير الداخلية الباكستاني ثناء الله، وأيضا وجهوا أصابع الاتهام شيرين مزاري، هي عضوة بارزة في حزب عمران خان، وجهت أصابع الاتهام أيضا للأجهزة الاستخباراتية، لا سيما الاستخبارات العسكرية والجيش الباكستاني، وحملتهم مسؤولية هذا الهجوم، وقدموا حقيقة يعني طلبا للشرطة الباكستانية بفتح تحقيق، ووضعوا قائمة بأسماء هؤلاء الذين تورطوا في، على حد قولها، بأنهم هم الذين تورطوا في هذا الهجوم، والتخلص من رئيس الوزراء السابق عمران خان نظرا لشعبيته الكبيرة على حد قولها. هناك أيضا تصريحات من فؤاد شودري وزير الإعلام السابق في حكومة عمران خان، نعم، أيضا وجه أصابع الاتهام وحمل الحكومة الباكستانية ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هذا الهجوم. على الطرف الآخر، رئيس الوزراء الباكستاني والحكومة الباكستانية ووزير الداخلية، فهم الذين قاموا بإدانة هذا الحادث، ووعد رئيس الوزراء الباكستاني بفتح تحقيق في هذا الحادث. نعم طارق، شكل لجنة. طيب اسمح لي طارق في هذه النقطة، ووفقا لما ذكرته، السؤال الذي يطرح نفسه إذن، ما تأثير هذه المحاولة الفاشلة على المشهد السياسي المتأزم بالأساس في باكستان؟ نعم، هو المشهد السياسي كان محتقن منذ عدة أشهر، بالتحديد في شهر إبريل نيسان الماضي، عندما أقيل عمران خان من منصبه وحجبت عنه الثقة في البرلمان الباكستاني، وانعكس ذلك على المشهد السياسي والشارع الباكستاني بمسيرات احتجاجية شهدتها الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذه المسيرة بالذات تحمل خاصية كبيرة جدا لأنصار عمران خان، وبالتالي محاولة عملية الاغتيال اليوم ستنعكس سلبا على المشهد برمته. هناك كانت عقب عملية الاغتيال كانت هناك مظاهرات واحتشادات، وفي الشوارع في شوارع المدن الباكستانية خاصة في لاهور، نعم، وفي العاصمة إسلام أباد، وأحرق المتظاهرون عدد من الإطارات وهددوا بأن هذا الحد لن يمر هكذا. طيب هذا على المصلحة طارق، يعني اسمح لي لأنها نقطة مهمة أيضا لابد من الإشارة إليها. الكثير من المراقبين يعني ينظرون إلى أو يحاولون متابعة موقف الجيش الباكستاني، وهو طرف قد لا يبدو ظاهرا لكنه لاعب أساسي في المشهد السياسي. هل ترشحت أي أخبار أنباء عن موقف الجيش مما يحدث الآن على الأرض؟ في الوقت الراهن لم الجيش عادة ما يتريث بإصدار أي بيانات بخصوص الأوضاع السياسية في باكستان، ولكن الجيش ربما منذ أسبوع وعشر أيام تقريبا خرج عن هذا الصمت الذي دام عدة أشهر، وخرج المتحدث باسم الجيش الباكستاني ومدير عام الاستخبارات العسكرية، وهذه ربما حادثة تاريخية في تاريخ الجيش الباكستاني والمشهد السياسي، بأن يخرج رئيس الاستخبارات العسكرية في مؤتمر صحفي. هذا يعتبر خروج استثنائي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، لينتقدوا مباشرة رئيس الوزراء السابق عمران خان وسياساته وتحركاته لتأجيج على حد وصفهم الشارع الباكستاني في وقت تمر به باكستان بأزمات سياسية واقتصادية وإنسانية، خاصة بعد أن ضربها الفيضانات في المرحلة الأخيرة. نعم طارق، الآن الجيش طارق، يعني في الواقع هناك في الشارع الباكستاني من يطرح تساؤل مهم،
من وراء هذه المسيرة التي كان أطلقها عمران خان هو بالأساس من الناحية الإجرائية لن يستطيع حسب الإجراءات الأخيرة والقرارات الأخيرة أن يخوض أي انتخابات، وبالتالي السؤال ما الداعي ما الدافع وراء هذه المسيرة في المشهد السياسي الباكستاني؟ نعم، إن كنت تتحدث عن قرار لجنة الانتخابات بعدم أهلية عمران خان منذ تقريبا أسبوع، ولكن هذا القرار ما زال طي المحاكم حيث استؤنف من قبل حزب عمران خان في المحكمة العليا، وبالتالي ما زال عمران خان يحظى بأنه ربما قد يترشح في الانتخابات الذي كان يطالب بعقدها مبكرا عن الموعد الذي حدد في آخر عام 2023، ولكن هو كان يعول على الشارع الباكستاني وحشوده ومناصريه في الشارع الباكستاني، خاصة وأن حزبه يترأس حكومات إقليمية في إقليم البنجاب وفي إقليم خيبر بختونخوا وفي إقليم جلجت بلتستان، فهو وأيضا في كشمير، فهذه المناطق هو كان يعول أن حكوماته ستساعده. طيب طارق، إذن وعلى ذكر الشارع الباكستاني، من خلال متابعة بعض الآراء المبدئية يبدو أن تعاطفا من نوع ما قد حدث مع الرجل، هل هذا صحيح في المدى المنظور المدى القريب على الأقل؟ المشهد حقيقة عملية التعاطف هناك يعني من ينتقد وهناك من يؤيد، ولكن سياسة عمران خان حتى منذ بداية عندما حتى فاز في انتخابات عام 2018 هو يلعب على وترين، الوتر الأول الوتر الشعبي الكاره للولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة وخاصة تدخلاتها في أفغانستان وتحميلها ما تؤول إليه لظروف السياسية والأمنية في باكستان، هذا وتر أولاني الأول. أما الوتر الثاني حقيقة هو الوتر الإسلامي، هو يتشدق إنجاز التعبير بألفاظ وكلمات إسلامية تروق للشعب الباكستاني، فهو في هذه الأثناء عندما وجه لأصابع الاتهام للولايات المتحدة بشكل ضاري خاصة في عملية إقالته من الحكومة، هذا هو ما يروق إليه الشعب الباكستاني، وهذا هو ما يعول عليه في ربما خوض الانتخابات المقبلة، بأن الشعب الباكستاني يريد أن قائدا أو زعيما سياسيا ينتقد الولايات المتحدة والغرب التي لا تلقى حقيقة ترحيبا. وصلت فكرتك، أنا أشكرك شكرا جزيلا. طارق محي الدين مراسل القاهرة الإخبارية من إسلام أباد.